جالي كده مسج بتقول انا ابني متسرع في الاجابة وفي نفس الوقت ما عندوش ثقة في نفسه. طبعا الموضوع ده يعني مش هيأثر على ابنك في الدراسة، بس هيأثر على ابنك في حياته كلها لو ما عالجتهوش. فركزوا معايا كده. طبعا معاملتك لابنك، انا بشوف المعاملة يعني في ناس كتير جدا جدا بتدخل اللي هو ايه، انت ازاي ما عرفتش دي، انت مذاكرها، انت اوكي انا مقدره تعبك وكل حاجه، بس انت اقعدي مع ابنك واحده واحده كده وحاولي تخليه يفتكر المعلومه بالراحه واحده واحده، مش زعيق وضرب واهانه قدام اي حد، حتى لو المدرسه بتاعته، حتى لو صحابه. ما ينفعش، ما ينفعش ابدا، انت كده اللي بتهزي ثقته بنفسه. ما ينفعش ابدا نزعق للطفل قدام حد، وفي نفس الوقت ما ينفعش احس ان هو احسسه ان هو ما بيعملش حاجه، ما بيذاكرش، ما بيعملش. بالعكس، انت لو قعدتي تقولي لا ده مثلا ده حمزه النهارده كان شطور جدا، وانا كلمت المدرسه بتاعته قالت لي ان هو شطور وهيذاكر وهيبقى احسن علشان هو دماغه كويسه وبيركز وبيفكر حلو، انت بتحبذيه، يعني بتشجعيه يعني، وبتخليه اللي هو ايه، بتحفزيه يعني، ماشي، بتشجعيه وبتحفزيه وبتخليه ان هو عايز يذاكر اكتر، عايز يحسسك ان هو قد المسؤوليه فعلا، وفي نفس الوقت هيركز جدا جدا وهو بيقرا السؤال علشان ما يغلطش. لكن ضرب واهانه وزعيق وتحسسيه ان هو قليل عن صحابه والكلام ده كله، لا. دي من اكتر المشاكل اللي بتواجه الأولياء الأمور، يعني أولياء الأمور كلها بتشتكي، معظمهم بيشتكوا من الموضوع ده، وبلاقي إن هما السبب. يعني من كتر ما هما يعني عايزينهم يبقوا أحسن منهم، أوكي مفيش مشكلة، لكن واحدة واحدة على الطفل، مش بالمعاملة دي ومش بالطريقة دي هيبقى كويس. زي ما قلت لكم، بلاقي أولاد كتير جدا لما بتكلم مع أولياء الأمور أقول لهم مثلا شجعوا الطفل في الحتة دي، أو شجعوه وقولوا له كلام حلو. انا لما بلاقي اصلا طفل كده، اوكي ماشي بنتكلم شويه اللي هو عشان يذاكر، لكن ما نخلوش ان هو يفقد ثقته بنفسه، لان وانس ان هو فقد ثقته بنفسه الطفل خلاص هيحس ان هو مش هيقدر يعمل اي حاجه، فهيبقى ايه، هزلان كده ومش عايز يعمل اي حاجه اصلا. فركزي مع ابنك كده، شجعيه، شجعيه جدا بالكلام، بالتحفيز، بان انتي دايما بتديله ثقة في نفسه كده ان هو يقدر، ان هو هيبقى شطور جدا، ان هو حاولي تجيبي اللي هي نقاط القوة عنده، حاولي ان هو تشتغلي على ده علشان يقدر يتغلب على الويك بوينتس اللي عنده اللي هي نقاط الضعف. اوكي، يبقى نركز مع الاولاد كده وبلاش نحبطهم، علشان موضوع الاحباط ده هيبقى معاكي يعني على اللونج تايم، مش هيبقى حاجة معينة بس في الدراسة. فلا، شجعي ابنك ومعاه واحدة واحدة كده، وإن شاء الله يبقى كويس. بس كده.